السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج ملاعب بلدنا. طبعا في هذه الفقرة معي ضيفين كريمين عزيزين من محافظة الشرقية ونادي بلبيس الرياضي. معي الكابتن نبوي عطية المنسق العام والمنسق الإعلامي لنادي بلبيس الرياضي. أهلا وسهلا كابتن. أهلا بك نورنا كابتن أحمد، وأنا سعيد وبشكرك على الدعوة الكريمة بتاعتك دي، وإن شاء الله نكون خفاف كده حبيبي وتأتي بثمار هذه الحلقة. ومعي ضيفي العزيز الأستاذ محمد سعد الجمال، أو الكابتن محمد سعد الجمال، المشرف العام على الفريق الأول والكرة بنادي بلبيس الرياضي. أهلا وسهلا كابتن. ربنا يخليك كابتن، شكرا كابتن. طبعا في البداية عايز أتكلم يا كابتن نبوي عن قطاع الكرة ووضع بلبيس وترتيبها في الجدول العام بالنسبة للقسم الثالث. الحقيقة أنا بصفة منسق إعلامي وعندي تاريخ شوية، فأنا أسيب الإنجازات تمام والكرة والفرق للكابتن محمد، لأن هو طبعا عضو مجلس. طب نبدأ بالكابتن محمد. ابدأ بالكابتن محمد. كابتن محمد، عايزين نتكلم بقى عن الإنجازات ووضع الفريق الحالي والكرة بالتحديد في نادي بلبيس الرياضي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني نادي بلبيس الرياضي من أقدم الأندية على مستوى الجمهورية، تأسس سنة 1917. عندنا ألعاب رياضية على كل كافة الألعاب كلها. عندنا فريق كرة قدم في دوري الدرجة الثالثة المجموعة العاشرة. تمام. الحمد لله بفضل الله يعني لحد. إيه الألعاب غير كرة القدم؟ إحنا حاليا كرة القدم المركز الأول. تمام. في المجموعة إن شاء الله بإذن الله. يعني في ألعاب أخرى؟ في عندنا بنلعب سلة درجة أولى. وعندنا يد درجه اولى. عندنا جميع المنازلات. جميع الالعاب الفرديه موجوده ان شاء الله باذن الله، يعني وحاجه كويسه جدا، وربنا يصلح الحال كده ان شاء الله كده باذن الله. السنه دي كده نشوف حاجه كويسه جدا لجماهير بلبيس كلها. تمام. نامل في الفريق الاول في الصعود الممتاز به ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. كابتن نبوي برضه يعني كلمنا كده عن العمل كمنسق اعلامي لقطاع كره القدم بالنادي. هو الحقيقه زي ما تفضل الكابتن محمد سعد وقال ان نادي بلبيس اتاسس سنه 1917، احنا عملنا احتفاليه سنه 2017 مرور 100 سنه. تمام. ويحمل رقم واحد على مستوى الوجه البحري. وللامانه قبل ما اتكلم، نادي بلبيس يا كابتن لعب درجه اولى؟ لا ممتاز. لا نادي بلبيس لعب دوري ممتاز، انما نادي بلبيس الرياضي ما لعبش درجه اولى، هو بيسعى كله وبدي الاول بس لعبه ممتاز بيه. لعبنا ممتاز بيه. تمام. عشان ما انساش بدي اتوجه بالشكر للنائب المحترم رئيس مجلس اداره نادي بلبيس الرياضي، النائب المحترم حموده محمد حموده. الحقيقه يعني ده خد النادي شبه معدوم. تمام. فصرف من جيبه الراجل الحقيقه، وهو طلع بالمناسبه الاول على محافظه الشرقيه جاب 90,000 صوت، والخامس على جمهوريه مصر العربيه. تمام. فمن هذا المنبر المحترم انا بتوجه له ببارك له وبشكره باسم جماهير بلبيس، وبقول له ما تسيبناش الا في الدوري الممتاز يا حاج حمود ان شاء الله. فانا بدي اقول ان نادي بلبيس طلع العديد جدا من النجوم، وبعدين انت بتتكلم في مدينه عريقه بقيمه وحجم بلبيس يا كابتن احمد، وكذلك محافظة الشرقية يعني ولادة باللعيبة، هي كانت العاصمة موقعها الجغرافي حاجة عالمية جدا. هي بلبيس. طب قبل ما اتكلم عن ابرز اللاعبين في المحافظة، معي الكابتن اسلام محمد، طبعا مراسلنا من النادي الاهلي ورئيس تحرير موقع يلا جول. كابتن اسلام اخبارك؟ حبيبي كابتن احمد، تحياتي لحضرتك وتحياتي لضيوف حضرتك الكرام ولكل الناس اللي بتتابعنا في كل مكان. حبيبي كابتن اسلام. كابتن اسلام، عايزين بقى نتكلموا عن اخبار النادي الاهلي وسفره الى قطر، وان شاء الله باذن الله كده يليق ويشرف طبعا مصر ان شاء الله في هذه العرس الكبير، عرس كاس العالم للانديه. في البداية تسمح لي بس يا كابتن أحمد، فضل. أنا مش عارف أبارك لحضرتك على فوز المحلة النهاردة ولا أقول لحضرتك أرض لك على لا طبعا المحلة كيان كبير طبعا، وزعيم الفلاحين وزعيم وجه بحري طبعا، بنبارك له النهاردة بفوزه المستحق على نادي الزمالك طبعا. كابتن إسلام، حضرتك الانتماء زملكاوي القلب محلاوي، فانا ببارك لك لان انا عارف جمهور المحله ومعز جمهور المحله عند حضرتك، فببارك لك النهارده على الفوز وان شاء الله، وهارد لك للزمالك ان شاء الله. كابتن اسلام، اخبار النادي الاهلي واخر المستجدات، وعايزين نشوفوا كافه التفاصيل، هل من اصابات، هل الجاهزيه لنادي الدحيل القطري، وضع الفريق. هو للاسف يا كابتن احمد، قبل ما ادخل مع حضرتك حالا عملت اتصال كده مع احد الشخصيات الهامه
في قطر من داخل معسكر النادي الأهلي، تمام. وللأسف كابتن بدر بانون اتصاب لسه منذ قليل في التمرين اللي كان متواجد منذ قليل في قطر استعدادا لمباراة الدحيل. تمام. للأسف يعني كان في كده بينه وبين اللاعب صلاح محسن اشتراك، بس ان شاء الله باذن الله اللاعب هيعمل بكره فحص طبي باذن الله، وان شاء الله يعني يلحق ان شاء الله نقول ماتش ان شاء الله اصابه الدحيل خفيفه باذن باذن الله. الله. اتمنى ان هي تكون خفيفه يا كابتن احمد، لان الاصابه في الكاحل واللاعب كان طالع بيزك، والحمد لله يعني قدر الله وما شاء فعل. وفي حاله طبعا لو الكابتن بدر مش هيقدر يلحق اللقاء، هيبقى موجود الكابتن ياسر ابراهيم، طبعا كل الدعم ليه بجوار الكابتن ايمن اشرف. تمام. وطبعا حته التشكيل دي احنا برضو جايين لها، لان مستر موسيماني بيفكر في تكتيك معين، احتمال بنسبه كبيره كابتن احمد يلعب بثلاثه ديفندر في نص الملعب، اللي هو برضو يقدر على قد ما يقدر، هو لسه مش عارف يعني، هو مش عارف فريق الدحيل قوي يعني، طبعا فريق اسيوي فريق كبير. عايز اقول لحضرتك كابتن احمد، فريق الدحيل اخر 10 سنوات اخر 7 سنوات واخد حوالي 13 بطوله يا كابتن احمد، منهم 7 دوري قطري. يعني عايز اقول لك فريق قوي، فريق مش فريق يعني مش سهل اللي هو الاهلي يعدي منه بسهوله، لا المباراه هتبقى صعبه جدا على الطرفين. وطبعا صبري لاموشي مدرب الدحيل القطري طبعا واخد احتياطاته جدا، وعايز اقول لحضرتك محترم طبعا فريق الاهلي جدا، عارف الاهلي فريق كبير طبعا، وكل اللعيبه اللي متواجده في النادي الاهلي طبعا لعيبه خبرات. وعايز اقول لحضرتك من خلال حضرتك برضو، الجماهير هناك عامله شغل هايل جدا، سواء في من بره الفندق يا كابتن احمد، من لحظه استقبال النادي الاهلي، وطبعا الاستقبال الاسطوري للكابتن محمود الخطيب من الجاليه المصريه اللي هناك. فعايز اقول لك ان شاء الله هيبقى كارنفال باذن الله يوم الخميس. ومن خلال حضرتك برضو يعني احدى القنوات اعلنت ان المباراه هتكون على البث المفتوح، وانا اتمنى ان يكون فعلا على البث المفتوح، ان شاء لان الله. الاهلي لان 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 الاهلي يا كابتن احمد، فاي الاهلي بيمثل مصر، الاهلي مش الاهلي يعني مش جماهير الاهلي فقط اللي هتتابع الماتش، كلنا جماهير بنساند طبعا النادي طبعا. الاهلي كابتن اسلام طبعا، وكل التوفيق والنجاح ان شاء الله في تخطي نادي الدحيل يوم الخميس القادم باذن الله. شكرا جزيلا كابتن اسلام مراسلنا من النادي الاهلي المصري. كابتن يعني كابتن نبوي، عايز اتكلم عن ابرز اللاعبين المتواجدين واللي مثلوا نادي بلبيس في عصرها الذهبي وبرضه في العصر الحالي. عاجل حضرتك، بس بدي اقول لحضرتك انوه بس ان نادي فضل. ان مدينه بلبيس مدينه عريقه، افتتاحها عمرو بن العاص سنه 17. انت قلت لي كانت محافظه كانت العاصمه الحقيقيه لمحافظه الشرقيه، مش الزقازيق. لا مش كانت الاولس، بلبيس كانت هي العاصمه الحقيقيه، والدليل ان انا بقول لك انشئ نادي بلبيس سنه 1917. يعني الكلام ده موثوق؟ لا متموثق في اتحاد الكره كمان. تمام. اتحاد الكره منهم قلت لا، ما انا بقول لك نشأة نادي بلبيس، نشأة نادي بلبيس غير وجود بلبيس. تمام. اتنشأ واللي انشأه محمد بيك الحيني حكم دار بلبيس. ما تسمع كلمه حكم دار يعني محافظ. حكم دار بلبيس يعني بلبيس كانت هي المديريه، ما يعني ما هو ربنا ما حدش شافه لكن شفناه بالعقل. تمام. فالحمد لله بلبيس يعني اتعمل فيها مسجد سادات قريش بناه عمرو بن العاص طبعا في الفتوح الاسلاميه، لان احنا بوابه القاهره وبوابه مصر بيقولوا مدينه اثريه مثلا. اثريه طبعا، ده لحد دلوقتي فيها اكثر من 40 صحابي في مسجد سادات قريش، يليه مسجد امير الجيوش كويس سنه 19. انا يعني مش عارف عاملين يقولوا لي عمرو بن العاص سنه 21 ولا مننا فلاحين ولا انا مش عارف. فالمهم نادي بلبيس وجود بلبيس الحقيقه طبعا عصره الذهبي طلع نجوم كبيره جدا، منهم وسيم الشنواني، كابتن محمد نواره، كابتن سمير هدهد، التليني، لوفا، دي كلها اسماء حضرتك تعرفها كبيره جدا في الكوره. اما بالنسبه لنادي بلبيس الرياضي، نجم نجومه طبعا دلوقتي الكابتن عماد متعب، صديق جبال، مصطفى ابراهيم، محمد صبري، علاء الدق، السيد سعدوني. يعني بلبيس زي ما حضرتك في سياق حديثك قلت، بلبيس مطلع يجي 25 لعيب دوري ممتاز. طب معانا الكابتن عدلي. الو، مساء الخير يا كابتن احمد. مساء النور كابتن عدلي، اخبارك ايه؟ زي حضرتك كابتن احمد، اخبارك؟ الحمد لله. طمنا كده على احوال الفريق كابتن عدلي واخبار الناشئين بنادي بلبيس. انا سلامي لحضرتك الاول، انت عارف انت اخويا كابتن احمد فواز حبيبي كابتن عدلي، وشرف لي ان احنا نتواصل مع حضرتك وان احنا نتواجد معاك في اي وقت باسم نادي بلبيس وباسم الجهاز الفني وباسم اللاعبين. انا بتاسف كل اسف اليوم لجمهورنا عبو. العظيم لجمهورنا عبو. الحبيب الناس اللي زعلت مشيت زعلانه من بلبيس، والله زعلكوا على دماغنا. كان نفسنا نفرحكم النهارده، لكن احنا موعدين
حبايبك بيتعادلوا احنا بنتعادل، يعني الزمالك بظروفها ماشيه كده يا كابتن احمد. تمام يا كابتن. يوم ماتش اسوان والزمالك، اسوان احنا تعادلنا بالنهار، اسوان والزمالك تعادلوا بالليل. انتوا ماشيين ازاي يعني؟ النهارده برضه بنلعب المحله، اتعادلنا احنا بالنهار وبالليل. كابتن عدلي، بالنسبه لاخبار الناشئين والنواه الحقيقيه لقطاع كره القدم، ابرز الفرق الموجوده كابتن عدلي عندك في القطاع؟ والله احنا الحمد لله رب العالمين عندنا قطاع ناشئين محترم بيرأسه كابتن الكبير محمد نواره تحت اشراف الكابتن محمد سعد عضو مجلس الاداره والمشرف العام. تمام. وطبعا عندنا خمس فرق في النادي غير البراعم، عندنا فرقه 99 فازت في جميع مبارياتها ما عدا مباراه واحده. ماشيين بخطه ثابته، في تخطيط معمول من ثلاث سنين ان شاء الله، دي رابع سنه، رابع سنه كان اول سنه تاسيس، ثاني سنه تاهيل، ثالث سنه تجهيز ودعم، رابع سنه صعود ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق ان شاء الله كابتن عدلي، ان شاء الله لنادي بلبيس الرياضي. شكرا جزيلا كابتن عدلي عبده المشرف على قطاع الناشئين. كابتن محمد، يعني انجازات النادي، يعني ترتيب الفريق الاول ماشي متصدر ولا؟ والله الحمد لله، يعني التعادل اليوم الحمد لله، رغم التعادل برضه يمكن الشرقيه النهارده اتهزمت 2-1. غلبت الشرقيه النهارده من مين تقريبا؟ اتغلبت من 100 خلقان. من 100 خلقان. 100 خلقان. فطبعا ده شيء كويس برضه لنا احنا كفريق، يعني ان احنا في عز ما احنا بنتعادل الفريق الخصم بيخسر. تمام. فالحمد لله احنا كده الاول بفرق 2 بونت ان شاء الله باذن الله. وطبعا يعني احنا في الطريق ان شاء الله باذن الله ماشيين على خطه كويسه جدا. انتوا ماشيين اول مجموعه. اول مجموعه الحمد لله بفضل الله. الثاني فاؤوس حاليا الشباب. انا مش هنسبق الاحداث لان معانا الكابتن وجدي علوة دلوقتي هيبلغنا بنتائج هذه المجموعه. ابرز اللاعبين في الفريق الاول طبعا احنا بنتكلم بالنسبه برضه لقطاع الناشئين، انت سالت على ابرز اللعيبه في قطاع الناشئين. تمام، بنتكلم عن قطاع الناشئين. تمام. عندنا برضه محمد صفوان لعيب جامد جدا، وجات له يمكن غاز المحله كان طلبه الفتره اللي فاتت ديت. تمام. عندنا كريم باسم مصعد الفريق الاول في الفريق الاول. كريم باسم بالفريق الاول. كريم باسم البطريق من لعيبه كويسه. عندنا مصطفى فاروق برضه لعيب اساسي في الفريق الاول، ده برضه 2001. تمام. عندنا في محمد حربي لعيب كويس جدا، احمد اشرف، احمد وليد حارس مرمى على مستقبل، له مستقبل كبير ان شاء الله باذن الله. تمام. فعندنا دي خطوه كويسه جدا، لان طبعا انت عارف ان سعر اللعيبه اللي من دول احنا كنادي صغير مش هنقدر نشتري اللعيبه بالاحجام اللي احنا سمعناها في السوق ده. تمام. ولكن الاعتماد الكلي على قطاع الناشئين الحمد لله زي ما قال كابتن عدلي، احنا ماشيين على خطه كويسه ان شاء الله باذن الله. عندنا يعني قاعده ناشئين كويسه، احنا بنقول لو احنا قدرنا في كل سنه نوفر 3 لعيبه من قطاع الناشئين هنوفر مبلغ كبير جدا للنادي. كابتن عدلي اشار على نقطه مهمه جدا بالنسبه ان قطاع الناشئين هو الثمره الوحيده للفريق الاول، وطبعا زي ما اكيد طبعا اكيد طبعا قطاع الناشئين ده مهم جدا، ان طبعا النواه الحقيقيه وهتوفر لي سعر اللاعبين. الحمد لله الحاج حموده رئيس النادي الحمد لله بفضل الله احنا موفرين مدربين على اعلى مستوى. تمام. عندنا رئيس قطاع الناشئين، عندنا مدير كوره، عندنا يعني قطاع الناشئين احنا من بيكلف النادي احسن من 30,000 جنيه مرتبات مدربين بس. تمام. ده برضو كله عبء على النادي، والنادي ما فيش موارد تكاد تكون معدومه. تمام. يعني لو مش رئيس النادي راجل بتاع كوره وراجل اعمال مش هنقدر نكمل ونكفي كل الناس دي. تمام. كابتن نبوي، برضو خلينا في المدينه الاثريه، المدينه الجميله مدينه طبعا. بلبيس. عايزين نتكلموا بقى عن اهم الفرق اللي موجوده في القطاع الناشئين. وفي سياق حديثك انت لما سالت قلت الكابتن عادل وقال لك ان الكابتن محمد نور، الاستاذ حموده الحقيقه يعني كان له نظره، هو الكابتن محمد سعد ومجلس الاداره اختاروا ناس تشرف على قطاع الناشئين، زي ما المثل بيقول فقد الشيء لا يعطيه. تمام. لا يعطيه. جاب فتح له الكوره، جاب الكابتن محمد نور نجم موجود بيلبس في الدوري الممتاز. تمام. جاب معاه الكابتن محمد يسري برضه نجم كبير، جاب معاه الكابتن حماده مطر احسن حارس مرمى، جاب معاه مجموعه مدربين على اعلى مستوى، سعيد هنداوي، في محمد حمد الله يرحمه، وفي ارفاع حسون، يعني كلهم معظمهم محمود الحاج علي شهير بسلمانت ده نجم السكه الحديد. فجابوا مدربين على اعلى مستوى ورئيس قطاع على اعلى مستوى، فهتاتي بثمارها ان شاء الله. وزي ما الكابتن محمد سعد اتفضل وقال احنا مجهزين 7-8 لعيبه السنه الجايه يبقوا هم بالبيس. مشتركين بكم فرقه ناشئين؟ 4 أو 5 فرق. 5 فرق. براعم 2005 2003 2001 99 99 ده كان متصدر، لعب 5 مباريات اتهزم واحده بس. تمام. هو كاب قوسين او ادنى انه يصعد قطاعات. تمام. كابتن محمد، يعني على ما سمعت بالنسبه للعبه المينو فوتبول في نادي بلبيس، وضعها ايه؟ والله احنا عندنا مركز شباب متحمل، الممثل الوحيد
لمركز ومدينه في المينو فوتبول. يعني احنا اشتركنا في البطوله اللي هي المؤهله للدوري الممتاز. تمام. اشتركنا حوالي 19 فريق، انا المدير الفني لمركز شباب متحمل. 19 فريق 19 فريق فطبعا وصلنا للمباراه النهائيه. صعود كم فرقه؟ فريق واحد. فطبعا احنا يعني فريق واحد من محافظه كبيره زي الشرقيه. شويه ما ينفعش طبعا منطقه القاهره. القاهره اربع فرق، اربع فرق. الجيزه فرقتين اصل، من اصل 14 يعني. اسماعيليه داخله بخمس فرق، صعدوا فرقه واحده. فطبعا الشرقيه محافظه كبيره جدا، يعني من اكبر المحافظات. احمد سمير طبعا يعني نداء، يعني نداء احنا طبعا بنضم صوتنا لصوت طبعا جماعه بلبيس. يا ريت ادام الفرقه يعني يبقوا اثنين حتى يا كابتن احمد. 19 يعني. 19 ياخد منهم اثنين، 19 اخد اثنين ما اخدش واحد بس. لكن ناهيك عن ذلك، في اربع فرق. عايز اقول لك معلومه يا كابتن احمد، اتفضل. متحمل ديت من مطلعه نص لعيبه الشرقيه بيلعبوا في انديه كلهم لعيبه محترمين. انا مسماها القريه الاولمبيه بعد شبرا النخل. تمام. طيب معايا الكابتن وجدي علوة، مراسل البرنامج من محافظه الشرقيه. اهلا وسهلا كابتن مجدي. كابتن وجدي اهلا بيك كابتن احمد، تحياتي ليك ومشاهدينك الكرام ولضيوفك اهالي بالبيس كابتن ابو عطيه وكابتن محمد، اكيد منورين البرنامج مع حضرتك حبيبي كابتن. كابتن وجدي، يعني اخر المستجدات للمجموعه العاشره وهي مجموعه الشرقيه، وضعها ايه ونتائجها كانت ازاي؟ أقيمت اليوم يا كابتن أحمد مباريات الأسبوع الثاني عشر للمجموعة العاشرة التي تضم أندية الشرقية والمنوفية. شهدت مباراة اليوم السقوط الأول للشرقية والهزيمة الأولى في ملعب ميت خلف بهدف مقابل هدفين لفريق ميت خلف. وللأسف تعثر فريق بلبيس على ملعبه أمام عرب الرمل بعد أن كان متقدم بهدف نظيف، تمكن عرب الرمل من العودة وانتهاء المباراة بهدف لكل فريق. وفاز نادي فاقوس الذي يمتلك امكانيات ماديه متواضعه، قلناها قبل كده في حلقات سابقه كابتن احمد. تمكنوا وتغلبوا على ظروفهم الماديه الصعبه وفازوا على شباب تلب هدفين مقابل هدف. تمام. شباب بطا ايضا على ملعبه فاز على نادي ديار بنجم متزين المجموعه بثلاث اهداف نظيفه. وشباب ديار بنجم ايضا الفريق الثاني من مدينه ديار بنجم متزينين للمجموعه سقط على ملعبه امام نادي ابو كبير بهدف مقابل هدفين. وشباب عرابي يحقق الفوز الثاني له على التوالي على ميد خقان بهدف نظيف. ويقود شباب عرابي كابتن ميدو قطب، اصغر مدير فني في المجموعه 38 سنه، وكان كابتن ميدو قطب مدرب عام لنادي البيت مع كابتن مصطفى ابراهيم الموسم الماضي يا كابتن احمد. تمام. وتم تاجيل مباراه شباب وحماد وغزه شبين لمشاركه غزه شبين في كاس مصر، والترتيب حاليا بالبيت في الصداره ب 25 نقطه، فاقوس المركز الثاني 24 نقطه، والشرقية المركز الثالث 23 نقطة، وميت خلف اللي دخل في المنافسة بقوة الفريق المنوفي وسط الثلاث شراوة هو الفريق الرابع برصيد 22 نقطة. الترتيب يا كابتن وجدي، الترتيب سريعا، الترتيب ترتيب المجموعة، الترتيب هو بالبيت 25 نقطة يا كابتن، فاقوس 24 نقطة، الشرقية 23 نقطة، وميت خلف 22 نقطة، دول الرباعي المتنافس على القمة. اخيرا في القسم الرابع كابتن احمد، شباب كفر صقر يواصل الانتصارات وتصدر المجموعه الاولى بدور القسم الرابع برصيد 13 نقطه، ويخوض مباراه القمه وديربي كفر صقر الجمعه القادمه امام نادي كفر صقر على ملعب مركز شباب كفر صقر. يقود الفريق فنيا كابتن ايمن بشالي ورئيس مجلس الاداره الاستاذ محمد فاروق واتي. شكرا جزيلا كابتن وجدي علوة مراسلنا من محافظه الشرقيه. كابتن محمد، ما زلنا بنتكلم عن نادي بلبيس والطفره الجميله، وبرغم التعثر اليوم في مباراته طبعا عرب الرمل وتعادله الايجابي بهدف لكل منهما، طبعا يعني دي حاجه كويسه انه متصدر على زعيم معلش المحافظه نادي الشرقيه. نادي الشرقيه يعني تطهور به الحال والله الى هذا الوضع في القسم الثالث. الشرقيه السنه دي عندهم فريق كويس جدا وجهاز فني محترم. يعني ممكن بس لسه احنا في البدايه، ولكن في البدايه ولسه الدور طويل، ولكن احنا بنقول يعني بنقول الحمد لله ان يعني في عز ما احنا وحشين الفرقه الثانيه بتخسر. ولكن برضو الكلام ده مش هيدينا على طول، يعني احنا بنقول يعني احنا برضو لازم برضو اللعيبه تشد حيلها شويه والجهاز الفني، بحيث ان احنا يعني احنا طمعانين ان احنا نستمر في الصداره، لان بلبيس دي مكانتها في الممتاز بها، لان برضو نادي بلبيس لعبنا اكتر من 10 سنين ممتاز به. تمام. وعندنا برضه خلينا نقول بلبيس لعب دوري ممتاز، فبلبيس يعني من الانديه الكبيره ما ينفعش يكون في المكانه دي. هي والشرقيه برضه، والشرقيه نفس الكلام. ليش الشرقيه يعني اسم كبير ولا كابتن نبوي؟ انا عايز بس اقول لحضرتك ان احنا عندنا ملعب نادي جود بلبيس متاجر بحوالي 100,000 جنيه في السنه ولا اكتر، ما اعرفش لمين.
في الشهر 15000 في الشهر 15000 اللي مأجرينه من معندناش ملعب. الاول كان نادي جوده. انتوا ما فيش ملعب؟ مفيش ملعب. مدينه بلبيس ما فيهاش ملعب ولا انت قصدك على النادي؟ على نادي النادي بلبيس. احنا بنلعب على ملعب نادي جوده بلبيس العريق ده. خلاص ده الشركه دي مشيت خلاص. فالحاجه الحلوه ان اللي بيلعب معظمهم ابناء العاملين. فالشركه دي تطبع لوزاره الاستثمار الشركه القابضه للغزل والنسيج والملابس. تمام. الملعب ده يعني ما لو مش الحاج حموده بيدفع الايجار مش هنلعب. طبيعي ولا صناعي؟ لا صناعي. طبيعي طبيعي طبيعي. الحاج حموده بس ملاعب في المحافظه. يعني لو الحاج حموده ده الصبح قال السلام عليكم بلبيس هتبقى في الشارع، مين هيدفع؟ فاحنا بنناشد الشركه القابضه والحاج حموده في مجلس النواب يعملوا لنا طلب احاطه ونضغط شويه. احنا ما بنقولش ناخده ببلاش، يعني لو مثلا يبقى في بسعر مخفض يعتبر ميراثنا. عامل حاجه اسمها منفعه عامه مدرسه الجود، وعامل نقطه الجود، وعامل شوارع 12 متر. انت لو ضميت دول كلهم ملعب الجود يبقى ملك بلبيس. لان ده في مدينه بلبيس. فاحنا بنناشد السيد المحترم رئيس الشركه القابضه وزير الاستثمار حط ايدهم في ايد النواب مجلس الشعب بتوعنا الحلوين الحاج حموده ومعاه المجموعه بتاعته. الملعب ده من حق بلبيس لان احنا ده ميراثنا، لان احنا ابناء العاملين اللي بتلعب فيه. فعايزين ربنا يكرمنا من خلال منبرك وناخد الملعب، مش ناخده ببلاش. يعني يدولنا حتى بسعر حنين. المجلس المدينه عايز اقول معلومه كمان جت في دماغي، مجلس المدينه شاري قطعه ارض من بلبيس تعمل لها 5 فدادين، عملها مدينه صناعيه وكاله خضروات، سوق جمله خضروات. ده نادي اجتماعي. ما النادي مجلس المدينه المحترم يخش ويشتري لنا الملعب ده ويخلصه ليه؟ طبعا بالنسبه للملعب يعني برضو يعني يا ريت نظره من المسؤولين بهيئه الاستثمار عن طبعا نادي جود بلبيس، ويبقى تابع لي او المباريات تتلعب بدون يعني ايجار، لان ده النادي بيلعب باسم مدينه. يعني بقول لحضرتك كابتن احمد معظم اللاعيبه من ابناء العاملين واجدادهم كانوا في المصنع. المصنع ده كانت حاجه كبيره. المصنع الجود ده كان حاجه دنيا تانية. ختاما كابتن محمد حابب توجه شكر خاص في هذا المجال لمين؟ والله اشكر شكر خاص للرئيس السيد رئيس النادي سياده النائب حموده محمد حموده على الانجازات اللي هو عاملها في نادي بلبيس الرياضي، ونقول له احنا وراك وربنا يكرمك ودايما كده في انتصار باذن الله. واشكر حضرتك على الاستضافه ديت، واتمنى نكون احنا وصلنا صوتنا للناس كلها وعرفت الساده المسؤولين ان احنا برضو مشاكل نادي بلبيس. زي ما قلنا نادي بلبيس نادي من افقر الانديه، ما فيش عندنا اي موارد خالص. كل عندنا 14 محل ايجار قديم بناخد من الناس 2200 جنيه يعني 14 محل. عندنا بسبب كورونا عندنا قاعه الافراح بتاعتنا مقفوله، فما فيش اي موارد. فنطلب برضه يعني برضه رجال اعمال في بلبيس تساعد نادي بلبيس الرياضي عشان يكمل المصير اللي هو فيه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. اخيرا كابتن نبوي حابب توجه الشكر خاصه. انا برضه عايز اشكر النائب المحترم حموده محمد حموده، وبقول له ما تسيبش بلبيس، انت وعدت وعمرك ما خلفت. بلبيس ان شاء الله على ايدك هتبقى في الاولى. وبدي اشكر رئيس قطاع الناشئين والمسؤولين عن الناشئين، لان فعلا الناشئين دي هي اللي هتشيل البلد وهي اللي هتشيل النادي. اشكر الكابتن الكبير محمد نواره مدير القطاع، واشكر الكابتن حماده مطر، واشكر الكابتن امجد شرف المسؤول عن حراس المرمى، الكابتن محمد سعد. وعندنا ناشئين زي ما الكابتن محمد قال، انا عندي 3-4 الانديه بتجري عليهم، منهم كريم باسم البطريق ومش عارف والله الكابتن محمد قال على مين كمان. ان شاء الله كده نلاقي حاجه كويسه، طفره جميله جيده باذن الله بنادي بلبيس. ان شاء الله الحلقه دي يسمعونا يقفوا معانا شويه، عشان بلبيس ده حاجه كبيره قوي بس مظلومه ومتعتم عليها اعلاميا شويه. ان شاء الله ربنا معاكم تحت امركم. طبعا طبعا في ختام هذه الفقره بشكر ضيوف الكرامه الكابتن نبوي عطيه المنسق الاعلامي بنادي بلبيس الرياضي. شكرا جزيلا. شكرا كابتن احمد، شاكرين جدا. وبشكر ايضا الكابتن محمد سعد الجمال المشرف العام على قطاع كره القدم بنادي بلبيس الرياضي. شكرا كابتن. شكرا كابتن. هنطلع لفاصل وهنشوف تقرير مصور، وانتم لكم الحكم ان ملعب او استاد رياضي بشكله الطبيعي نجيل طبيعي، ملعب على اعلى مستوى، ملعب اوروبي ممنوع اللعب عليه، الاستاد الزرقاء الرياضيه، هل في تعند مسؤولين؟ لكل سبب دواعي امنيه، دواعي امنيه. ناهيك عن ذلك برضه في ملاعب رديئه جدا رديئه جدا رديئه جدا، نجيل صناعي بيتلعب عليه مباريات الدوري الممتاز به. هنطلع نشوف ملاعب او استاد نادي الزرقاء الرياضي اللي ممنوع اللعب عليه حتى الان. نشوف كده ونحكمهم بعد الفصل. Thank you.
ورجعنا لكم مرة ثانية. طبعا شفنا تقرير مصور أو مصغر لإستاد نادي الزهراء الرياضي بالشكل الجمالي والرونقة، وإستاد يعني بمواصفات أوروبية. احنا عايزين نعرفه بس من السادة المسؤولين، الملعب أو إستاد الزهراء ما بيتلعبش عليه مباراة الدوري الممتاز ليه؟ ناهيك عن ذلك إن في ملاعب، يا ريت نجيبوا لنا الملعب النجيل الصناعي برضو نشوف الفرق، بس ده بيقام عليه مباريات، نشوف الوضع. وأيوة ده ملعب بيقام عليه مباريات، أيوة كده بيقام عليه مباريات دوري ممتاز به. الفرق بين الصورتين أو الفيديو المصغر بالصور لإستاد نادي الزرع والفرق ما بين ده، حتى ما فيش أسوار حديدية، ده شبك بس، تمام. السور اللي حوالين الملعب اللي هو بعيد عن البيوت، يعني ارتفاعه لا يقل عن مترين أو مترين ونص، لكن استاد مجهز، استاد جماهيري، نجيل طبيعي، أحدث المواصفات العالمية، يعني في فرق شتان ما بين ذاك وذاك. يا ريت المسؤولين يدونا رد عن هذا الوضع. ده ملعب سيرس الليان بيتلعب عليه مباريات الدوري الممتاز به، كذلك ملعب مركز الشباب مطروح بيتلعب عليه مباريات الرجاء نجيل صناعي برضو نفس الوضع. ولكن استاد الزرقاء يا ريت المسؤولين كلمه دواعي امنيه زي ما شفنا في الفيديو، الحمايه المدنيه موجوده، الطفايات، الوضع، السور الحديدي بالمواصفات الخاصه، الاحترازات الطبيه متواجده، جميع ما في، مش عارف ايه السبب، ولكن ان شاء الله يكون في عوده لاستاد الزرقاء الرياضي. انضم الي الكابتن مجدي عبد الفضيل المدير قطاع الناشئين بنادي الترجي الرياضي بمطروح. اهلا وسهلا كابتن مجدي. نعم، منور بحضرتك. نور، الحمد لله تمام، ربنا يحفظك. نور كوتش، تسلم لي. طبعا بالنسبة لمباريات بنقوله تاني، أي حد عنده تقارير أو نتائج للأقسام الثاني والثالث والرابع، وبالأخص الرابع، لأن في دخلونا على صفحة البرنامج يا كابتن ما بزعش نتائج القسم الرابع، يا ريت تساعدونا تعرضوا لنا أو تجيبوا لنا هذه النتائج. كابتن مجدي عايز أتكلم عن الاقتراحات، يعني كان عندك اقتراحات كلمتني فيها، يعني هتخدم الأندية وتخدم المناطق، ما هي هذه الاقتراحات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حضرتك حاول تستحملني لأن أنا ضيف تقيل شوية، كلامي متغير شوية، كلامي مختلف. كابتن أحمد، احنا عندنا حاجة اسمها غرامات. وعندنا دلوقتي اتحاد الكورة مشكور عمل دوري أكاديميات، وعمل دوري براعم، وعمل دوري ناشئين، وعمل دوري شباب، وعامل دوري فريق اول. مظبوط يا كابتن؟ تمام. زي نعلم الناس التربيه والادب والاخلاق والاخلاقيات وكده. انا بحكم دوري اكاديميات. عندي مدرب خرج على النص 500 جنيه، عندي لاعب خرج على النص، يبقى الاكاديميه دي تضرب 500 جنيه. تمام. برضو في الناشئين وفي البراعم وفي الكبار كده. اي خطا يحصل غرامه ماليه. تمام. انت لو في اتحاد الكوره هتعمل صندوق للغرامات وتخصصه للناشئين ورعاية الناشئين، بحضرتك ده اقتراح جيد جدا. يا كابتن جدا، بص يا كابتن، انت هتوقفني ماتشين ثلاثة هرجع زي ما انا، هتقرصني في الفلوس، هضطر ان انا التزم. اكيد اكيد طبعا يا كابتن. من اصغر لاعب بيمارس رياضة لو عرف ان هو هيتعاقب زي اوروبا بالظبط كده، الدنيا بتمشي والكلام ده كله، غرامة 1000 يورو، 3000 يورو، 100000 يورو. احنا لو احنا عملنا كده، انا بقدم الاقتراح ده لاتحاد الكورة. في وبرضه في يا كابتن، احنا لو احنا في مصر هنا عملنا الناشئ الصغير زي لعيبة الاهلي والزمالك هنرتقي بكرة القدم. تمام. انما احنا بنفرق طبعا في الناشئين، وبنفرق في كذا، وبنفرق في كذا، وبنفرق حتى كمان في الانديه. انديه الدرجه الاولى لها وضع تاني، لها دعم تاني، لها ليله تانيه، والانديه اللي هي التانيه طبعا. حضرتك كنت رئيس قطاع ناشئين نادي الترجي قبلي، وكان شرف ليا ان انا كنت مدير فني مع حضرتك. كابتن، الدعم المادي والمعنوي بالنسبه لاتحاد الكوره يا ريت والله لو يبصوا المنظومه اللي تحت افضل يعني. تمام. ولكن انت بتجيب الغرامات دي جايه منين يا كابتن؟ من الهوا. انا بلعب ماتش عندي مثلا في نادي الترجي، ولد غلط، لا خلاص نادي الترجي 3000 جنيه
ومش هلعب الماتش يا كابتن الا لما اكون دافع الغرامه، مش هلعب الماتش اللي بعده الا لما اكون دافع الغرامه، فلوس من الهوا جايه يا كابتن. برضه منطقه اسكندريه برضه الغرامات 3500 جنيه، مدرب معايا في قطاع الناشئين بالاسكندريه تمام يا كابتن 3500 جنيه عشان قال للحكم حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل يعني غير بيحاسب يعني لا يا كابتن ولكن حسبي الله ونعم الوكيل ب 3500 جنيه. ما كابتن احنا دلوقتي واخدين كلمه حسبي الله ونعم الوكيل ان هو حاكم ظالم يعني، عشان كده احنا بنترجمها لكده. فهو يا كابتن والله انا فعلا موضوع الغرامات ده حاجه جايه من الهوا. يعني انا اعرف ان مثلا في كابتن فلان من الاهلي بيتهيألي اتغرم قريب يعني حاجه زي كده، اتحاد الكوره غرمه ولاعب من الزمالك اتغرم، الفلوس دي يا كابتن بتروح فين ما تعرفش، الفلوس دي يا كابتن بالانديه للدرجه بيرحلوها بيرحلوها بيرحلوها، تروح على ليه؟ انت غرم النادي بس بتخرج عن طريق الدعم لانديه القسمين الثالث والرابع. ما اعتقدش يا كابتن بس يا ريت يخش معاهم الناشئين. لا يا كابتن لا يا كابتن لا طب قدر اللعيبه التزمت وما كانش فيه يبقى بنقول ما فيش دعم لا لازم يخلقوا يا كابتن. حتى كمان انت ما بتعملش غرامات للناشئين ولا الكلام ده كله يا كابتن. في انا كنت بلعب ماتش في الدوري انا كنت مدير فني الفريق الاول يا كابتن، الفرقه اللي قصادي بدون ذكر اسم ضربت الحكام يا كابتن، واحنا حوشنا كفرقه تانية تمام، حكام كان ضيوف عندنا في القاهره والكلام ده، مسكوا الحكام ضربوهم فعلا. مشكله يا كابتن ولا حياه المنتخب ممكن تخش بقى على الناحيه التانية. فحياتك عندك اي سؤال تاني تحت امرك اتفضل. طيب مين معايا على التليفون؟ كابتن فريد طبعا معلقنا الرياضي بالتلفزيون المصري الجميل. كابتن فريد اخبارك؟ كابتن احمد برحب بيك وارحب بضيوفك الكرام وبرنامج جميل يا كابتن. مساء الخير حبيبي. كابتن فريد، مباراه النادي الاهلي مع الدحيل يوم الخميس القادم ان شاء الله بعد غد، ايه رايك ان شاء الله باذن الله كده وتوقعك لهذه المباراه الهامه؟ والله كابتن النادي الاهلي ماشي بشكل كويس، وايضا يعني حته ان انت تكون متواجد في كاس العالم للانديه دي خطوه كويسه جدا جدا لاي فريق طبعا في العالم، انه يتمنى النادي الاهلي بيمتلك عناصر جيده جدا جدا ويقدر انه يقدر ان هو يفوز على الدحيل ان شاء الله. كل الامنيات الطيبه للنادي الاهلي باذن الله وكل جمهور مصر معاه. فريق الدحيل فريق قوي جدا، عنده امكانيات كبيره جدا جدا، وعنده ايضا محترفين كبار جدا جدا. فاحنا نتمنى يا رب التوفيق للنادي الاهلي، وايضا يعني كان انيس البدري موجود اعتقد في نادي الدحيل ورحل بالفعل منذ اسابيع، لكن النادي الاهلي قادر على الوصول لنتيجه ايجابيه باذن الله، وتكون بوابه الوصول لنقطه كويسه وايضا مركز كويس في كاس العالم للانديه. ويشرفنا النادي الاهلي وكل الجمهور المصري معاه، وليس الجمهور الاهلي بس، لا كل جمهور. ايه رايك بقى؟ طيب يبدو ان الاتصال انقطع. شكرا جزيلا كابتن فريد الجزار المعلقنا الرياضي بالتلفزيون المصري. كابتن مجدي، بالنسبه لمباراه الدحيل مع الاهلي، انا معلش يا كابتن انا تلوز من الاول. انا بشجع البطل. البطل الاولمبي. لا انا بشجع دايما الفريق الاول، يعني انا دايما بشجع البطل الاول واللي حصل على البطولات اكتر، وانا دايما بحب المركز الاول. لا الاول بشجع الاهلي وبرشلونه وميسي تمام. حضرتك انا بالنسبه لكاس العالم للانديه اللي هي راي مختلف تماما تمام. انا بعترفش البطوله دي تماما اللي هي كابتن الاهلي بطل افريقيا مظبوط، الدحيل ممكن يكون بطل اسيا، ما اعرفش بايرن ميونخ ممكن يكون بطل اوروبا تمام. انت ليه تخليني العب ماتشات وبعد كده تستناني عشان انت تلعب نهائي او قبل نهائي؟ يا كابتن انا بطل تمام. ما يا كابتن احنا مين هداف الدوري الانجليزي السنه دي؟ محمد صلاح تمام، وقبلها برضو محمد صلاح، يعني محمد صلاح ده لاعب مصري يعني برضو فخر لكل المصريين وفخر العرب. يا كابتن احنا كمصريين فخر للعالم. انت ما تخلينيش مثلا يا كابتن، انت لو خدت اول وتاني يا كابتن احمد من البطوله الافريقيه هتقوي المسابقه يا كابتن. مفيش حاجه اسمها ان انا اصلا فرقه استنى لحد اما الاهلي والدحيل يلعبوا وبعدين نلعب طب ما يمكن بايرن ميونخ يلعب اي فرقه ويتغلب، ده وارد في الكوره يا كابتن، وارد جدا. انا ما ينفعش مسابقه زي كاس العالم زي كاس العالم للقارات وكاس العالم الكبار وممكن اشيل الاسم. يعني ايه يا كابتن الاسم وحجم الفرقه برضه يا كابتن؟ مفيش حاجه في الكوره اسمها الاسم. الاسم يا كابتن
المحلة كسب الزمالك النهاردة 2-1. المحلة في القلب طبعا. ما أنا بقول لحضرتك يعني المحلة أصلا طالع من درجة تانية وفريق طيب عريق. عشان عودنا الاتصال بالكابتن فريد الجزار. كابتن فريد ألو ألو. يبدو انقطع الاتصال المرة الثانية. كابتن مجدي يعني الفيفا يعلن حضور جماهير لهذه البطولة في قطر، دي حاجة برضو كويسة بالنسبة لي في ظل الظروف اللي احنا فيها، لكن دي حاجة برضو كويسة تحسب للاتحاد الدولي. تمام، هتسألني انت طبعا عن توقعاتي للماتش. طبعا لازم. خمسة انا بثق فيهم جدا. كرة الاهلي وميسي ومحمد صلاح وصالح جمعة. صالح جمعة ده اللي في القلب. انا عشان كده اقول لحضرتك يعني انا بثق جدا في 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 الناس دي، فعشان كده انا بتوقع النادي الاهلي هيكسب. هي مشكله انا برضو مش خايف من بايرن ميونخ، ممكن النادي الاهلي يحقق بطوله كويسه، مباراه كويسه جدا جدا جدا. بثق جدا في النادي الاهلي ان هو زي حضرتك احنا كسبنا ايطاليا كمصر. تمام. وبرضو البرازيل كسبتنا بالعافيه برضو كمصر. احنا يا كابتن كمصريين حاجة تانية يعني، ولكن احنا عندنا مواهب كويسة قوي، ولكن احنا مش عارف والله. انا كابتن المنظومة بتاع كاس العالم الاندية انا مش راضي عنها تماما. لو خدوا اول وتاني مثلا، لو كان الزمالك وصل والاهلي وصل هيبقى لها شكل فعلا. جدا يا كابتن جدا جدا. الاقتراح ما اعتقد يعني على ما اعتقد ان البطولة مش هتستمر كتير الا اذا حصل فيها تعديل وبقت فعلا بطولة قوية جدا يعني. تمام. كابتن مجدي بالنسبة ل الشكل العام لمسابقات الناشئين وضعف المسابقة باقتصار شكل المسابقة على الدور الأول فقط. والاتحاد المصري لكرة القدم يعلن طبعا إلغاء مسابقات الناشئين، ووزير الشباب والرياضة بيقول لك لا يوجد أي إلغاءات لجميع الأقسام والناشئين. طيب كابتن، هو بالنسبة لأنهم يعملوا دوري واحد فقط، هم طبعا عندهم حق، لأن طبعا الوقت دهمنا بعد فيروس كورونا يعني ربنا بس يذهب الوباء مصر والعالم كله. لازم يعملوا كده يا كابتن. احنا داخلين خلاص في شهر 2 عشان انت عارف احنا بنبدا على طول بعد العيد المسابقات، فهم عايزين ينهم ويخلي الناس برضو في احترازات، يعني يخلي الناس برضو يعني ايه ما تتعرضش كتير وبتاع. كويس المسابقه يا كابتن شغاله والكلام ده كله، بس هي الفكره بس يا كابتن، انت لعبتني دور واحد، طب وخلاص وبعدين هل انت هتوقف ولا هتكمل؟ هتكمل قطعات. استاذ وزير الرياضه قال لك انت هتكمل. في اشاعات طالعه ان هو ان هو ان هو مش هيكمل. علينا شهر رمضان الكريم. يا كابتن امن، عشان كده حياتك هم عايزين يخلصوا. واحنا احنا احنا كنا بنعمل ان هي البطولات تتعمل وعملوها يا كابتن. احنا كدوله يعني ايه ماشيه بسيستم ان الدنيا عايزه تمشي. تمام. فاحنا كمان ما نطلعش اشاعات ونسيب المسؤولين ان هم برضو يعملوا اللي هم عايزينه، لان هم انا كنت بسمع حضرتك قاعد تقول دواعي امنيه دواعي امنيه دواعي امنيه. احنا ما عندناش خلفيات عن حال البلد والدنيا. انا عارف ان انت عايز تبقى الناس تلعب في احسن استادات والناس تلعب في كذا وكذا وكذا، ولكن احنا في خلفيات كشعب احنا يعني. تمام. ما نعرفش. قال لك الماتش ده يتنقل هنا خلاص اوكي. نضرب تعظيم سلام وخلاص يعني. تمام. الماتش ده عايز هنا خلاص اوكي، ما فيش مشكله. في خلفيات احنا كشعب واحنا كرياضيين يعني مش عارفينها يعني، او مش يعني مش عاملينها. لو النادي الاهلي راح لعب مثلا في 100 عقبه هيبقى في مشكله. الامن يقول لك لا ما ينفعش النادي الاهلي. في ناس يا كابتن، انت يا كابتن لو فريق المحل، انا هدي حياتك مثلا، لو فريق المحل اللي كسب الزمالك النهارده مشي في الشارع، محدش هيعرف اللعيبه يا كابتن، محدش هيعرف اللعيبه يعني. انا سمعت النهارده ان في ولد كويس في المحله اسمه عبده، مش يعني مش عارف ايه كده، لعيب كويس قوي يا كابتن يعني. ده لو مشي في الشارع مفيش حد يعرفه. كل فريق المحله، كل فريق سيراميكا هيتعرف عشان صالح موجود. لكن كل الباقي نادي البنك الاهلي لو مشي في الشارع مش حد يعرفه يا كابتن، مفيش حد يعرف. انما اهلي زمالك ما ينفعش يلعب في الشارع. لا اكيد. لا فعلشان كده كابتن لازم يقول لهم استادات معينه، لازم يحافظوا، لان دي ثوره قوميه. اكيد طبعا. دي لعبه منتخبنا القومي يعني يا كابتن. فانا عشان كده انا بقول حته الدواعي الامنيه دي، سمعنا دواعي امنيه خلاص هم حرين. احنا يا رب نتمنى طبعا الصالح العام طبعا، لان الدوله بتسير بنهج معين ونهج جيد، ولكن احنا بس بنشوف سبب عدم لعب النادي الزرقاء على الاستاد الرئيسي بالرغم من الشكل الجمالي وارضيه الملعب النجيل الطبيعي، ولكن في علامات استفهام. يا كابتن هيلعبوا ولكن مش الدوري خلاص هيقرب، ده جميع مباريات نادي الزرقاء خارج ملعبه يعني. طيب يا ريت نعرضوا صور الاسبوع بقى كده معانا. الكره
كابتن احمد دودار طبعا حندقه. يا ريت بالراحه شويه على الصور عشان اعرف ايه ده. النجم الكبير لاعب موهوب جدا حاتم طبعا ترمس او شيكا محمد ترمس، لعيب كان موجود في جلطة الصاي التركي. الكابتن اسلام حسين المدير الفني الافريقي 2007 بقطاع الاسكندريه، من المدربين الاكفاء، عمل مديرا فنيا بنادي النصر للتعدين ثم مدينه النصر. اللاعب برضه شيكا ترمس من اللاعبين المميزين اللي انضم حديثا لنادي بلديه المحله، ويكون له شان كبير ان شاء الله. لعبه لانديه عديده منها الجونه والنادي المصري البورسعيدي، وهو مع جلطة الصراي التركي يعني عامل مباراة جيدة، راجع لبلدية المحلة، من اللعيبة المميزين. فرود ممتاز، يمتاز بضربات الرأس ويمتاز بالمراوغة الجيدة والتسديدات القوية. طبعا ابن الوز عوامة كابتن مجدي ابن كابتن محمد ترمس حاجة جيدة. براعة من نادي زارة الرياضي في معسكر مغلق لعودة المباريات. طبعا لاعبين جمال محمد ابراهيم وصلاح عطيه وزياد علي ومحمود كمال من اللاعبين المميزين بالقطاع بقياده الكابتن اشرف هاشم المشرف على قطاع البراعم بنادي الزرقاء الرياضي. لاعبين جيدين يا كابتن مجدي، في مواهب جيده مميزين جدا، بالرغم عندنا لعيبه كويسه في لاعبين جيدين يا كابتن مجدي. لا معسكر صراحه جاي جدا، بقى لهم يومين يعني طالعين حوالي 10 ايام او اسبوع، يعني عاملين شكل كويس. مباراه وديه مع طبعا طلع الجيش في كفر الشيخ كابتن حمدي شبان، من الناس طبعا حبيبنا كابتن حمدي، من الشخصيات المحترمه جدا. ما اهل بلطيم يا كابتن وجدي علوي طبعا مراسل البرنامج، المفروض كنا حطيناها على الاتصال. الكابتن مجدي بالنسبه لقطاع الناشئين بنادي الترجي بمطروح، طبعا افرزت بعض اللاعبين الجيدين في انديه، طبعا المدربين مستوى كويس، نتائج جيده جدا. عايزين نتكلم برضو عن سريعا كده، نبذه سريعا عن قطاع اللي استمر معاك اكثر من 4 سنوات 3 سنوات. تمام. طبعا كابتن انا بالنسبه ترجي مطروح يعني طبعا بشكر الحاج عطيه كريم، كابتن مختار كريم، وصلاح عطيه الكابتن. ترجي كابتن احنا ماشيين بسياسه الاخلاق اولا. تمام. اي حد اصلا عنده مشكله بيمشي من النادي، يعني اي حد اصلا ما عندوش اخلاق بيمشي من النادي. انا بعمل على 4 حاجات يا ريت حضرتك تدونهم معايا كده في سياسه نادي الترجي. اول حاجه ان الحكام دول ضيوف على الفرقتين فلازم نحترمهم. اكيد طبعا. ان الفريق الضيف وبشر وبشر يا كابتن، مش متعمد الخطا. في فرق، في فار يا كابتن وبيخطا. والله والله في فار اصلا وتقنيه فيديو وبيخطاوا يعني. تمام. اول حاجه ان الحكام دول زي اخواتنا يعني اولادنا. بس في حكام يا كابتن مش عارف يعني، حصل موقف النهارده في دوري منطقه القاهره على نفس الملعب، عربيه الاسعاف ما جاتش، الحكم صفر بالغاء المباراه حقك، ولكن الماتش الثاني عربيات الاسعاف ما جاتش، تشيك على الكرنات وتبدا المباراه. لا كده غلط، لان كده لان كده حكم بيرى بعين واحده. ده حصل يا كابتن، لو هو كده المفروض حصل، والمدرب بتاع الفرقه الثانيه مصوره وهو بيشيك على الكرنات وصفر بدايه المباراه. لازم يا كابتن لازم تثق هو تبع منطقه ايه يا كابتن؟ منطقه القاهره. منطقه القاهره تثق يا كابتن ان الحكم ده هيتوقف، لان كده ما ينفعش. يا كابتن اسبوع واحد مات، عربيه الاسعاف دي من القرارات يا كابتن المهمه جدا، ممتازه جدا، وبرغم قله الامكانيات جدا يا كابتن. أنا ممكن يا كابتن انا يجي لي حكم ساحه بدون رايه بدون رايه واحده او رايتين حتى، ما فيش مشكله، بس عربيه الاسعاف دي عندي اهم من الحكم. الحكم ممكن يستغنى عن قرارات الانظمه. احنا ممكن نلعب من غير شبك، انت عارف الشبك ده، تعرف قانونا لو ما فيش شبك العب ده قانونا يعني. عربيه الاسعاف دي مهمه جدا للصغير والكبير، وقرار جيد جدا، واحنا كمستثمرين برضو واحنا بنقف مع الاتحاد المصري لكره القدم في هذا القرار، ولكن احنا بنخاطب برضو الدعم انه يساهم مع الانديه يطلع لها الدعم عشان تصرف على بدلات حكام عربيات اسعاف، لان قرار مهم جدا. وطبعا ما ينفعش ان ما يكونش في مباراه بدون عربيه اسعاف، لان طبعا حصل النادي سكر حديد باسكندريه ولد توفى في الملعب. ممكن ارجع لحضرتك على حاجه؟ معلش كده اتفضل. انت بتعاقب الحكم بايه؟
بتوقفوا صح وما تلعبوش تاني. تمام صح كده؟ غرموا للصندوق اللي انا بكلم حضرتك عليه. نغرم الحكم؟ ده الحكم عايز فلوس. لا انا بقول لك والله غرم، والله العظيم يا كابتن انت لو غرمت الحكم 1000 جنيه و2000 جنيه علشان يحكم تاني، اسمها هيلعب تاني يعني، هيدفع وهيلعب. لا لا في في طبعا احنا بنتكلمهم في حكام محترمين وفي حكام مميزين جدا جدا، في في حكام، ولكن تعنت بقول له هنلعب صور اللي انت عايزه، ومصور الفيديو وبعته لي بس مش هعرضه دلوقتي. ليه يا كابتن اعرضه؟ الا الا للمسؤولين اعرضه يا كابتن، يقول له لا هنلعب وصور اللي انت عايزه. ايه ده يا كابتن اصلا ده؟ يا كابتن الحكم ده زي القاضي بالظبط. بص يا كابتن، ظلم الماتشات والكلام ده كله انا ما اعتقدش ان حكم بيحضر ولا بيتعمد ولا بيتعمد ولا بيتعمد، اصل هو بيجي الفرقتين ما يعني ما فيش قريبه يعني ما بيلعبش يعني في الفرقتين، فعلشان كده اصلا هو هيجي فمش مش هيظلم حد. احنا بنقول التعند، انت ليه بتعند موقف زي ده؟ ما لعبتش ده يبقى ما لعبش، ما لعبش ده يا كابتن خالص انتهي يا كابتن. هو انا احط في نفسي تقول له صور اللي تصوره؟ ايه ده؟ ممكن حتى لو عملت معايا مداخله تليفونيه بان الماتش الاولاني ده هيتلغي والحكم هيتوقف، صدقني انا ما اعرفش اسم الحكم، احنا مش عايزين نذكر اسماء على الهواء يعني، لا لا مفيش اسماء دلوقتي. فاحنا صدقني يا كابتن بكره تقول لي يا كابتن مجدي الحكم ده اتوقف، انا يعني لو عرفت بالله عليك اتصل بيا. طيب اخيرا كابتن مجدي، حابب تشكر شكر خاص في هذا المجال لمين؟ انا لو هتسمح لي يعني انا فضل. هشكر ثلاثة بس. انا بشكر اهلي واولادي وزوجتي يعني وكل معارفي وحبايبي، دي حاجه. بشكر الدكتور عطيه سيد شكر خاص يعني، تبنى ابني شهاب الحمد لله دلوقتي في نعمه من نعم ربنا يعني. بشكر الدكتور عطيه كان سبب رئيسي جدا، الدكتور عطيه سيد طبعا عالم من اعلام الكره المصريه كابتن، الشخصيات المحترمه، بشكره جدا جدا لدعمه لشهاب ابني. بشكر نادي زد الحمد لله يعني كده ان هو اهتم بشهاب يعني وربنا كرمه ومسكين فيه يعني، شهاب يعتبر دلوقتي هداف الفرقه. طب كويس. بدعي له 2000 يا كابتن، 2000 اصلا هو هداف فرقه 99. طب كويس. هو هداف الفرقه وربنا يكرمه شهاب يعني. انا بشكر اهلي واصحابي وحبايبي طبعا بدون ذكر اسم. وثالث حاجه يا كابتن احمد بشكره، انا ممكن ابص للكاميرا كده، اشكر كابتن احمد فوزي حبيبي. كابتن حبيبي يا كابتن ربنا. طبعا في ختام هذه الفقره الاخيره من برنامج ملاعب بلدنا بشكر ضيفي الكريم العزيز الكابتن مجدي عبد الفضيل المشرف العام على قطاع كره القدم ورئيس قطاع الناشئين بنادي الترجي الرياضي. شكرا جزيلا حبيبي، ربنا يحفظك كابتن وان شاء الله متالق ان شاء الله. ان شاء الله انتظرونا ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم واهم القضايا الرياضيه والاحداث العالميه ان شاء الله، وان شاء الله يعني نبداوا الحلقه كده بفوز النادي الاهلي باذن الله. طبعا في معيه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وفي انتظاركم ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعه 11 مساء.